خدنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السبعي، خاص شركه توتال انرجي الفرنسيه تفرغ الخزانات ديالها من الوقود في المغرب. فاقوا المغاربة اليوم على خبر زيادة أخرى في ثمن المحروقات والوقود، خصوصا على مستوى المحطات ديال التزويد بالبنزين وكذلك الوقود بشكل عام بأشكاله المتنوعة. اليوم صحيفة مغربية تنشر انفراد على أن فرنسا بدأت كتفرغ الخزانات ديالها من الوقود في المغرب. هذا إن صح هذا الخبر فسينذر بأزمة كبيرة في العلاقات المغربية الفرنسية. الحلقة ديال هذا المساء غادي نخصصها كلها لهذا الانفراد، وغادي نحاولوا نحللوا المقال ديال هاتي المقال ديال هاتي الجريدة المغربية عبر مصادرها الخاصة. جابت لنا خبر أن إنرجي توتال الفرنسية بدأت الحرب مع المغرب. تبعوا الخبر ديالنا من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. قلنا تحية مجددة. هذه واحد الأسبوع أو العشرة الأيام تقريبا بدأت توتال إنرجي اللي هي شركة فرنسية في التحرش بالمغاربة من خلال شفنا مجموعة من المحطات في الدار البيضاء تشكوا منها الزبناء اللي كانوا كيديروا فيها الوقود من بيعهم، تباع لهم وقود فاسد مما أضر بالمركبات ديالهم، وكاين اللي مشات ليه السيارة ديالو بشكل كبير. وشفنا الاحتجاجات ديالهم على هاد الشركة ديال توتال إنرجي، وقلنا آنذاك بأن ربما هذه الشركة بدأت حربا مع المغرب. خبر جديد اليوم كتنزلوا لنا الصحيفة ومعنون بخاص شركة ديال توتال إنرجي الفرنسية تفرغ الخزانات ديالها كلها اللي كاينة في المغرب من المحروقات وتعيد تصديرها لحل أزمة الوقود بفرنسا. فرنسا هذه مجموعة من الأيام روسيا قطعت عليها الروبيني، مشات تجيب الغاز وكذلك الوقود من المستعمرة ديالها السابقة أو الحالية كذلك الجزائر، ولكن شفنا أزمة كبيرة ديال التزويد الفرنسيين أو المقيمين بفرنسا بالوقود. كاين طوابير تصل ممكن توقف في الطابور حتى لساعتين أو ثلث سوايع من أجل التزود حصرا دون إضافة ب 30 يورو ديال الوقود بثمن 3 ديال أوروات. مجموعة من الإخوان ديالنا كيتفرجوا فينا من فرنسا، بغيناكم تأكيد أو نفي هذه المعلومة اللي توصلنا بها. ويعني أنا دائما شخصيا دائما من اللي كنشوف احنا دابا الآن في اصطدام مع فرنسا، وربما من اللي كنكونوا اصطدام مع شي دولة أو سميتو كيعجبنا نشوفوا فيها الأزمات، الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. أنا شخصيا في هذه الحالة ديال فرنسا، ولأن نسبة كبيرة من الإخوان ديالنا المغاربة المقيمين بفرنسا سيتضررون من أزمة اقتصادية أو اجتماعية إلا ضربت هذه البلاد، فكنقولوا الله ينجي الباس وصافي، كنقولوا الله يحفظكم والله يحفظ المغاربة ديالنا المقيمين بفرنسا. أشنو كيقول هذا المقال؟ بعد استمرار ديال بزاف ديال الطوابير فرنسا والأزمة ديال الوقود، فرنسا خرجت قالت لهم الأمر ما كيتعلقش بأنه راه ما عندناش الوقود في البلاد، بأنه ما عندناش الكاربيرون في البلاد، الأمر يتعلق بواحد الإضرار ديال العمال اللي دايرينه ما بغاوش يخدموا في هاد لي ستاسيون. ولكن حنا كنشوفوا الدول الأوروبية ملي كيكون شي إضراب عام مثلا ديال واحد القطاع، راه ماشي بحالنا في المغرب مثلا في التعليم، نقابة دايره الاضراب كتلقى اساتذه في نفس المؤسسه شي خدام شي ما خدام. فرنسا راه ما كاينش هاد الحويجات، وفي الدول الغربيه كتكون نقابه موحده القطاع كامل كيدير الاضراب. هنا في فرنسا كنشوفوا دي ستاسيون خدامين بومبات خدامين وبومبات ما خدامينش. هذا يطرح السؤال، واش فعلا كان اضراب؟ كتقول توتال انرجي انها جلسات مع هاد العمال هاد النقابات وقالت لهم غادي نضيف لكم غادي نعطيكم 7% ديال الاجور، غادي نزيد لكم المطالب ديال هاد العمال زياده في الاجور، في حين ان هاد العمال كيقول لها لا
غادي تزيد لنا 10% وطوطال انرجي هي اللي شاده السوق ديال المحروقات في فرنسا كتقول لا. ولكن حسب هذه الصحيفه اليوم طوطال انرجي كتجي كدير ريزيرف ديالها اللي كاين في المغرب. السؤال اللي غادي نطرحوه اكيد طرحتوه انتوما، اذا كان الامر يتعلق بازمه عمان فيعني راه الوقود والخزانات ديال الوقود فرنسا راه عامرين، ولكن راه غير الخدامه او العمال اللي ما باش يخدموا باش يخويو هذه الخزانات ويعطيوها للناس. اذا كان فعلا صحيح الامر يتعلق بالعمال كما كتقول فرنسا وهذا كاذب، فما دامت فرنسا اليوم جات عن طريق شركه توتال انرجي ديالها دي الخزانات ولي ريزيرف ديالها اللي في المغرب، فهذا يعني بان الامر لا يتعلق بازمه عمال بل بازمه تزويد الوقود ولي ريزيرف فرنسا خاويين. هنا كنطرحوا السؤال، فين بغات فرنسا؟ فين غاديه في علاقتها مع المغرب؟ اذا كان صحيح الامر يتعلق بانها دينا الخزانات ديالها فينا العقود ديال توتال انرجي مع المغرب، والمغرب يجب ان يضرب يعني بقوه في هذا الامر، واخا الامر صعيب شويه لان ولا جرينا على توتال انرجي في هذه الوقيته من المغرب، لانها لن ما غتلتزمش بتزويد السوق المغربيه بالوقود. فعلا اذا كان هذا الخبر صحيح يعني غتوقف على التزويد ديال السوق المغربيه بالوقود، والمغرب اذا دار فيها واحد يعني قرار طرد او فسخ العقده ديالها والشغل ديالها في المغرب، فبالتالي المغرب غادي يضرب في المصالح ديالو، لانه اليوم حنا كاين في ازمه ديال الوقود، ازمه الطاقه ماشي غير في المغرب، في العالم كامل، العالم كامل كاين في ازمه ديال الطاقه وازمه ديال الوقود. واش المغرب غادي يدير واحد الخطوه تجاه هاد الابتزازات المتتاليه ديال فرنسا؟ حنا كنعرفوا ان توتال انرجي يعني هي المتحكمه في الامن الطاقي الفرنسي وكذلك ديال مجموعه من الدول في شمال افريقيا والشرق الاوسط، فهذا سؤال خطير جدا يجب ان تبعيه بين قوسين شئنا ام ابينا، فنحن كنا سنوات في تبعيه مع فرنسا، لا المناهج ديالنا التعليميه لا القوانين ديالنا اللي كنصيغوها لا اللغه ديالنا اللهجه ديالنا الكوتيديان ديالنا اليومي فهو فرنسي. يجب في هذه المرحله في هذه المده الوجيزه اللي دوزنا فرنسا لا تؤتمن، فرنسا ما فيهاش ثقه، يجب على المغرب القطع مع فرنسا في جميع الاشياء بدءا باللغه وكذلك الشركات الاستثماريه، وهذا ما كاين اليوم. المغرب فتح شراكات مع امريكا مع اسرائيل مع الهند مع الصين مع روسيا مع العمق الافريقي مع الخليج العربي، هذا اثر على فرنسا وعرفت فرنسا بان ما بقاش عندها مصالح في المغرب. امر خطير جدا هذا الانفريال اللي جابت به يعني الصحيفه، ينذر بازمه طاقيه كبيره في المغرب ممكن تكون ديال التزود بالوقود ان صح، اكررها واسطر بالخط العريض الاحمر ان صح هذا المقال. خدنا النهايه ديال هذا الملخص، كان عندنا حصري وانفراد يعني حصري، الحلقه كلها كانت متخصص يعني تكلمت على هذا الموضوع ديال توتال انرجي وكذلك الوقود وافراغ خزانات المغرب نحو فرنسا. تحيه مجدده، ان القاكم غدا صباحا، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.